الدكتور سعد الصويان ضيف برنامج في الصورة مع عبد الله المديفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في الصورة الذي يشرف بعيونكم على قناة خليجية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM. نحاور أصحاب الشأن والرأي لنضعكم في الصورة. الليلة حديثنا حول الصحراء، حول الشعر الشعبي، حول الموروث، مع عالم في الأنثروبولوجيا سعد الصويان في الصورة. حياكم الله من جديد، باسمكم جميعا ارحب بضيفي الدكتور سعد الصويان. حياك الله يا دكتور. حييك. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن لا تلاقي. والله اسمح لي اول شيء اعتذر لك ان اللقاء تاخر لاسباب صحيه، اعتذر لك واعتذر لزملاء كثيرين طلبوا مني اني اعمل معهم لقاء، لكن الله يعلم بالحال. طمني عليك شلونك. والله الحمد لله زين، مشي حالي، لكن لا عاد احد يشرح علي ترى هذه الاخيره. لا ان شاء الله العشاء الاخير هذا. لا ان شاء الله، لا ان شاء الله، يعني لقمتك دايم حاضره ان شاء الله، فطور وغدا وعشاء ولا هب عشاء خير ان شاء الله. قبل ما نبدا زميلي عبد الله السعد عمل بروفايل عنك، استاذنك ونحن نستمتع مع بعض نشوفه. انسان هو زين. لا ان شاء الله انه زين، انت عطنا رايك هو زين ولا لا عقب ما نقضي. بروفايل. المعي ثبت اوتاده في ارضه وسرح صبحا الى اقاصي الغرب، وعاد مساء إلى أرضه حاملاً شعلة الفخر. لم ينفك عن وتده الذي زرعه في صحراء الكيان، ماج بين الكثبان والناس والتاريخ، وتجاوز في منتجه واحات ربيع أرضه. هو الرجل الحاذق الذي أصبح نجماً على الأرض، يستدل منه باحثو الأنثروبولوجيا وأصبح عالم الأرض. رجل القبيلة العربي الذي يسير وهو يدون، ودون حتى غدا جبلاً ثقافياً لتراثه. رحلته مبكرة في تاريخ الأدب الشعبي، حين بعثته حوافزه نحو مكنون لم يطرق بالصيغة العلمية، عميق الطرح، صحفي الاستقصاء، عالم المعرفة، وباحث الخبايا. 45 عاماً وهو يغوص في الصحراء ومعانيها، من استدل كيفية تشكل نفوذ القصيم منحته لهجة ممزوجة بالحياة والاستطلاع. رحلة مبكرة نحو الولايات المتحدة، حيث عاش فيها كل مراحل التعليم العالي بمجملها، وظل محافظاً على رونق الشعبي الباحث. لا يبحث عن السهل، بل عشق التعب. حين امتطى صهوة الركبان وسار يسجل التراث شفهياً، وربط الشعر الشعبي بإبداعات الشعر الجاهلي، أعاد العرب الأوائل للحياة، وكتب معادلة للتربص بكل من ينتقص من تراث أرضه، وصاغ مؤلفاته وأصبحت نهراً حضارياً ثابتاً. هو سيد الملحمة، وله في كل موقع ثقافي حكاية، وللتطور البشري عنوان. في دائرة العدسة والصوت، الدكتور سعد الصويان. دكتور، هذه يعني قصة طويلة وممتدة، وفي يعني مجال غير عادي. أنا أستأذنك بناخذ البداية، القصة من البداية، وبناخذ سواليفها من البداية، وعشان ناخذ من البدايه في مقطع انا ودي اوريك اياه يصير هو المنطلق الحديث لنا. خلينا نشوف المقطع مع بعض. سيدتي وسادتي، وفي المكتب التعليمي السعودي في سانتا انا في كاليفورنيا التقينا بالاخ سعد العبد الله الصويان. الاخ سعد العبد الله الصويان، حياك الله يا اخ سعد. اهلا وسهلا. حقيقه فرصه طيبه ان نلتقي فيك، وودي الحقيقه لو تكرمت وعلمتنا على وش نوع الدراسه اللي تدرسها وفين، في اي جامعه اذا سمحت. انا حاليا ادرس في جامعه
بيركلي اللي هي في كاليفورنيا طبعا، وحقل الدراسة هو التراث الشعبي. نعم. ولكن أنا طبعا الآن أنهيت دراسة الساعات والامتحانات وجالس أكتب بالأطروحة الدكتوراه، وموضوع الأطروحة هو الشعر النبطي أو ما يفضل بعض الناس أن يسميه الشعر الشعبي في الجزيرة العربية، لا سيما في نجد وأواسط المنطقة الوسطى. هذا يعني فيديو قديم مع الراحل ماجد الشبل الله يرحمه. الله يرحمه. أنا أريد أرجع في الذاكرة إلى عام 65، يعني تلك اللحظة اللي سعد الصويان تفوق وصار الرابع على المملكة وراح لأمريكا. أنا ودي تقولي قصة هالتجربة، تجربة الابتعاد. والله قصة عجيبة، لأنه أنا لا خططت لها ولا أصلاً أفهمها ولا الناس اللي حولي يفهمونها، لكن في نهاية المطاف أنا استفدت من الرحلة كثير، ولا شك أنها قلبتني رأساً على عقب، جعلت مني من شخص داشر مشاغب إلى شخص جاد، إلى شخص يهتم بالمعرفة الحقيقية، وبنفس الوقت حتى المعارف اللي هي سواليف حاولت أني أصير أعطيها معنى. بدأت أبحث عن المعنى، تعلمت حرفة البحث عن المعنى في كل شيء، وأن لا تسقط أي شيء قبل أن تفهمه، وحتى حينما تفهمه لا تسقطه، فقط قيمه التقييم الصحيح، وضعه في الدرج اللي يناسبه في أدراج المعرفة. متى كانت ذروة الصدمة الحضارية في أمريكا؟ ذروة الصدمة الحضارية بدأت من لبنان. من لبنان بالطريق؟ بالطريق أول ما رحنا. إيه. نزلنا بانسيو، ما أدري وش يسمونه اللبنانيين. فبعد المغرب جينا قعدتنا راعية البانسيون على كرسي وقدامنا التلفزيون. أثناء انقطع البث وجت دعاية بيبسي. أنت أول مرة تشوف التلفزيون؟ أول مرة أشوف التلفزيون وجت دعاية بيبسي وفيها خيل تجري. أنا فكرت أن الخيل هذه هبدتنا وطيح من على الكرسي. يعني تصور هذه هي الخلفية الثقافية اللي رحت فيها لأمريكا. بالطريق نزلنا في أمستردام. أمستردام يبقى لها شوية طيارة علشان تطير تروح لأمريكا. جيت ودورت وفرشت سجادتي وقعد روتة تخبر حنا لازم الصلاة دي آثر قدام يلا يعزك الحمام. أنا ما أدري تالباب إنه شزينه ويلصف والعالم رايح جاي إكسكيوز بي إكسكيوز بي، لا أنا أدري وش يسوون ولا هم يدرون وش أنا أسوي. بعدها وصلنا أمريكا، بقول هذه آخر واحدة. يوم وصلنا أمريكا كان واحد أمريكي توه جاي من الجبهة فيتنام. على حرب فيتنام. وكانت صديقته جاية تستقبله بالمطار. ويوم ركبنا من المطار تركب باص تروح للداون تاون للمدينة. ركبنا الباص، هم قدامي أنا ويا زميل اللي أحد قال عبد الرحمن البريسان. إيه. وتقعد تعوم فيه وتحب حنا بحنا حنا الحين بالنا النواب وش يبغون يسوون. صدق يا عبد الله، طبعا ما ندل ولا عمرنا جينا هالديرة أبد. إيه. ما صدقنا على الله أن الأتوبيس يوقف عند إشارة حمراء وانت نسبل وننزل خايفين من هاللي يسويها الرجال هو ويا البنت. ما ندري وين حنا فيه ولا ندري وين نروح، بس من الخوف والرجفة نزلنا، وفي الأخير الله وفقنا وطلبنا تاكسي وودانا الملحقية، فما كانت تأقلم سهل أبدا. وانت رايح هناك تدرس إدارة تعليم، وش وداك الانثروبولوجيا والشعر الشعبي يعني منطقة الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع، ليه غيرت وانحرفت الحرفة؟ أول شيء يتضح أنه ما في شيء اسمه إدارة تعليم، تخصص اسمه إدارة تعليم. ثانيا أنا أخذت بالصدفة، أخذت كورس بالصدفة عن الأنثروبولوجيا والفولكلور وكذا، ووجدت أن هذا التخصص يمكن يعطيني المفاتيح
التي استطيع من خلالها افك رموز سوالف جداني وعمه، لاننا احنا بيتنا بيت سوالف وقصيد وجاء الشريف وراح الشريف وقطعه الشنان وما قطعت، يعني كل سوالف التاريخ هذه وما قيل فيها من قصائد وعرضات وكذا. كان احد اجدادي الله يرحمه ويحفظها، وابوي كان شاعر، فوجدت ان هذه تجمع بين الحسنيين، انه مجال اكاديمي وبنفس الوقت شيء انا اصلا ميال. شلون طحت عليه طيب؟ اخذت كورس. بالكورس بالبدايه؟ لانه في بالجامعه عندك مواد اختياريه. يعني ما هي من ضمن التخصص، مواد اختياريه. فاخترت هالماده هذه ودخلت فيها، وكانت عين الخير. بالاول كانت انثروبولوجيا، دخلت في الانثروبولوجيا وعلم الانسان وكذا، بعدين في الدراسات العليا تخصصت. واللي دفعني الى التخصص بالفلكلور بالدراسات العليا ايضا اطروحه الشعر الجاهلي اللي تبناها مرغوليوث واخذها منه طه حسين. انا وجدت انه الطريقه الصحيحه للتعامل مع هالقضيه هذه انك تشوف الشعر النبطي الحالي البدو اللي عندنا الحين، وشلون يروون الشعر وشلون ينظمون الشعر. البحث الميداني هو اللي يبي يعطينا، لان هذا امتدادا لذاك، فهذا هو اللي يبي يعطينا الفكره الصحيحه عن كيفيه نظم وتداول وروايه الشعر في العصر الجاهلي وصدر الاسلام. وفعلا النتائج اللي خرجت بها مخالفة تماما. أبجي كان على موضوع طه حسين وكذا، لكن على كل حال الفرنجي برنجي يبقى طه حسين طه حسين. زمر الحي لا يطرب. كنت تشارك بعض المسيرات هناك، لا تجمعوا مظاهرة ولا شيء، تجمعوا شاركت أنت بأكثر من مسيرة في أمريكا، تتذكرها ولا ما تتذكرها؟ يا رجال أنا دور الستر هالحين. بس خلا بعلمك. علم لي. أنا بعلمك عن عيد الميلاد. يلا. لأن شيء قريب من هذا. هذا عيد الميلاد أنا ما أدري، أنا قلت لأمي متى ولدت جدتي، أمي ماتت. كانت يوم بقيرتنا السودة تجيب العجيلة الحمراء. المشكلة أن العجيلة الحمراء تتبع بقيرها السودة ماتت عاد ما أقدر أنشدها. لما رحت لأمريكا اتضح لي أنه لازم يكون عمرك القانوني 21 سنة مشان أنك تقدر تشتري سيارة وتبيع وتشري كشخص بالغ وتاخذ رخصه. بعدين إلى دخلت الدكاكين بعض القويريرات اللي أنت خابر ما تقدر تشتريها، وبعض محلات الوناسة ما تقدر تدخل لها إذا كان عمرك أقل من 21. أنا كنت كل مرة أكتب تاريخ مختلف، فجابني المشرف على الطلبة الأجانب أنسى وش أنا كتبت المرة اللي فاتت، فاكتب تاريخ ما دريت أنه لازم تدقق. تدقق. فجابني قال أنت يا وليدي ولا تصمم مرة مثل غيري مرة واحدة، أمر يطلع لي الأوراق ولا كل ورقة فيها تاريخ مختلف. قال كذا ما يصير، لازم تثبت على تاريخ ميلاد محدد. فقررت أنه 1944 على أساس يصير عمري 21، وعلى أساس أنه يكون تاريخ سهل ما ينسي. إيه؟ وعلى أساس أنه هذا المشكلة اللي جيتها بسوي عيد ميلاد، ما هم هناك عيد الميلاد شيء كبير. إيه؟ تجمع ربعك وتستانسون وكذا. إلى جيت بسوي عيد ميلاد في 1/1 ولا الناس لهين مبخبر. ما هو بلمك. ما هو بيمك. فراحت علي وقلت أجل يلا نحتفل بالستة الجديدة ونخلي عيد الميلاد بعدين. لكن أنت انتقلت في الجامعة إلى جامعة بيركلي في يعني في منطقة أخرى في كاليفورنيا. هناك في جماعة اليسار وشفتهم من عن قرب. وش شفت؟ اشرح يعني وصف لي اللي انت شفته هناك. جماعه ذولي وشو؟ حركات هي الشباب هناك اول ما بدت على الدرافت اللي هم جندونهم الفيتنام. ايه. بعدين الشباب قالوا ستوب، يعني احنا ما احنا مستعدين نروح نضحي في بانفسنا في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل يعني.
فشوية شوية لين التروتسكيين واليساريين استغلوا هذا الغضب الشبابي ضد التجنيد، فصاروا يحولونهم إلى مظاهرات وبدأوا ينظمون المسائل، وصارت تسير مسيرات ومظاهرات وفي عهد نيكسون وما بعده، يعني استشرت التروتسكية والشيوعية والماركسية والدعوات هذه، وبعدين جت النسوية وجت والمثلية وجت حركات واجد كلها، يعني الشباب هناك يبدو لي أن الشيء يصير مستغرب في البداية، وإذا صار شيء سائد بدأوا يبحثون عن شيء جديد فاقع كذا يصير يحدد شخصيتهم وهويتهم، لأنه حنا المثل عندنا يقول الموت مع الجماعة رحمة، ها هم ما يبون الموت مع الجماعة، كل واحد لازم يصير يتميز، يصير شيء يبي رحمة الحالة، يبي رحمة الحالة، يبي يصير يبي يبرز، يبي يعني يصير له كيان مستقل. فالاستقلالية والفردانية هذه عندهم شيء مقدس. الجن كانت رسالتك، ما أبغى أتكلم عن الرسالة، أبغى أتكلم اليوم. ما كيف تنظر إلى يعني إلى الجن في الثقافة، أو إذا قلنا مش رأيك في الجن كظاهرة ثقافية، وش تبي تقول؟ أقول إنها لها عليها دراسات كثيرة في هالأمور هذه، ولو بس العرب والمسلمين اللي عندهم كل الجماعات عندها غيبيات، لكن أنا النتيجة التي وصلت إليها إنه مرحلة التلبس بالجنون تأتي في المراحل التي بين حينما لا تكون واثق أنت إلى هنا أو إلى هناك. مثلا العتبه لا هي بجوة ولا هي برا، لذلك لا تنام بالعتبه، ممنوع النوم بالعتبه. أو الدرجة لأنها لا هي بتحت ولا هي فوق، مسيان لأنه لا هو بنهار ولا هو بليل، لا هو بنهار ولا هو بليل. فلاحظت يعني أنا ما كنت أقصد إثباته أو عدم إثبات الجن، لكن أقصد الحالات العقلية التي تنتاب الإنسان وما هي دواعيها. طبعا في نظرية أنثروبولوجية معتبرة اسمها بتويكستان بتوين، يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويسمونها لما تكون في حالة مارجنال هامشي، هي حالة تردد ولا حالة عدم توازن ولا حالة توهان وليهن؟ هي الحالة التهميش تؤدي إلى هالحالات. أنت لا تدري أنت بالليل ولا بالنهار، أنت فوق ولا تحت. هذه المبسط جدا، ها؟ لكن أيضا في الوضع الاجتماعي يمكن لك ما تدري أنت من ذولا ولا من ذولا، أنت مثلا يمكن المثلية الجنسية وضع مشابه لا ذكر ولا أنثى. فالحالات هذه هي التي يصير الواحد فيها معرض للعصاب والاختلالات. هذه نظرية الله أعلم صحيح ولا لا، لكن عموما أنت أحيانا تأخذ الواقعة وتدرسها، مو بالضرورة لكي تفهم الواقع، أنا أقوله هنا للأكاديميين، وإنما لتفهم النظريات التي يمكن أن تفسر، يعني هذه محل تطبيق، فأنت تريد أن تفهم النظرية التي تفسرها أكثر مما أنت تريد أن تفهم الظاهرة. واضح. أريد أن أنتقل إلى فيديو يحكي عن مشروع من أهم المشاريع اللي أنت عملت عليها. استأذن كنا نحن نأخذ مقطع من هذا الفيديو، خلونا نشوف فيديو مع بعض. يا أبو صقر، تسلم. وش عمرك الحين؟ 40. يمكن أزود. أزود شوي. أي أزود شوي. 45. والله لا أزود، بالتابعية فوق 50 أنا. لكن بالصحيح. بالصحيح أتطرح أنا والستي. ما شاء الله عليك. أي بالله. زين وين ولدت فيه؟ ولدت برأس إجا. برأس إجا. الجبل هذا. قريب من هنا يعني. أي. رحت جيت. أبداً ما اتقعت عني حائل وضوء، ما اتقعني. أبد ألا سنة نطراش نحجة. مشروع مختلف
لسنوات من 83 إلى 90 بتمويل من جامعة الملك سعود. الدكتور سعد الصويان يذهب إلى البادية في شمال جزيرة العرب ويجمعها، يسجل تسجيلات طويلة مطولة، وانتجت من خلالها كتاب أيام العرب الأواخر كمادة تفريغ خام، وبعدين طلع لنا الكتاب المهم جدا اللي هو كتاب الصحراء. أنا أريد تحدثني عن هذه التجربة، تجربة هالتسجيلات اللي أنت سويتها. التجربة هذه هي بدأت في أمريكا لأنهم كانوا يدرسوننا، طبعا صعب الاستطراد لأنها مسائل متداخلة، لكن كانوا يدرسوننا عن الهوميريك إبيك، ملاحم هومر، وكانت قضية كبيرة في الأكاديمية الغربية، يعني منه هومر وهل هذه مكتوبة أم مروية، وفيه غربيين راحوا وقعدوا يسجلون من الإغريق الحاليين يعني، واتضح لهم أنه كل رواية الليلة بنفس الموضوع تختلف عن رواية بكرة، لأن الجمهور غير الجمهور والمتوقع، يعني هذا لما يروي أكيد يبي يرضي أحد، يبي يزعل أحد، يبي يتوقع شيء يعني، فهو يصمم الرواية يضبطها من مصالحه بما يخدم مصلحته وبما لا يزعج الحاضرين. ومن هنا بعض المستشرقين حاولوا يوظفون النظرية الهومرية على الشعر الجاهلي. أنا قلت هذا مثل قوت معين إذنك يحبشي، عندنا الشعر النمطي هو اللي يعطينا، لأنه استمرار طبيعي في نفس الناس ونفس المكان هو اللي يعطينا فكرة عن الشعر الجاهلي، عن طبيعة الشعر الجاهلي من حيث النظم والرواية والتداول وكذا، وخصوصا أنه مرغوليوث طلع بنظريته عن الشعر الجاهلي واللي تبناها طه حسين على عمياها. يقولون أنه ما في شيء اسمه شعر جاهلي، أنه هذا مدون عقب الإسلام، صح كذا؟ خرطي خرطي، لا لا لا، التدوين عقب الإسلام صح التدوين، لكن القول النظم بدأ قبل الإسلام بكثير. نعم، هو القصيدة تتغير من رواية إلى رواية، لكن هذا لا يعني أنه ما كان في شيء اسمه الأصل، ما في شيء اسمه الشاعر الأصلي الذي نظم هذه القصيدة. لكن أنا لاحظت من خلال السوالف مثلا إذا قعد الراوي يروي السالفة أو القصيدة يراعي لمقتضى الحال، إذا فيه أحد من جماعة ملشوطين بالقصيدة يحاول أنه يتحاشى الموضوع هذا أو يغير الكلام، أو إذا في أحد صاير له ذكر أو حدا أقاربه صاير له ذكر تضخم الحادثة، هذا يعني تتبير بواجب. هذه بالسالفة حقت القصيدة ولا بالقصيدة نفسها؟ لا بالسالفة، بالسالفة أو التفسيرات، لكن القصيدة عادة ثابت. القصيدة ليست ثابتة لأنها تعتمد على قدرة الراوي، والناس ما هم واحد بالحفظ ها؟ وبعدين فيه نوع من السنسورشيب، وش يسمونه الرقابة، يعني الناس يضعون رقابتهم الذاتية على القصيدة بحيث أنه هو يغيرها بالعنية لأنه ما يبي مدح زايد الفلان أو ما يبي سب زايد الفلان. فحنا لازم نفهم هالآليات هذه التي تؤدي إلى اختلاف القصيدة، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك نصا أصليا، وهذه هي القضية الأساسية، أنه فيه واحد اسمه امرؤ القيس وكتب معلقة، فيه واحد اسمه الشنفرة وكتب لامية، لكن إنها تغيرت خلال الرواية حسب مقتضيات ظروف الرواية، هذا لا ينفي وجود الشاعر ولا ينفي وجود النص الأصلي. يعني ما نروح الموضوع الانتحال بالكامل؟ لا، ما في شيء اسمه انتحال، يعني نادر الانتحال، لكن تتغير القصيدة. حنا يعني كذا تكاسلنا وأهملنا الطريقة الصحيحة لدراسة الموضوع. لكن أنت كل الكلام اللي علقنا الشماعة على بس كل الكلام اللي أنت تقوله تقول أنه أن تربط بين الشعر الجاهلي بالشعر النبطي، وش اللي يربط بينهم أصلا؟ أنا أقول طريقة إذا بدأنا من حالة النظم
إلى حالات الرواية المتعددة والتغيرات التي تطرأ خلال هذه الحالات هي اللي نعكسها على الشعر الجاهلي، لأن الوضع هو الوضع. اشرح لي كيف الوضع هو الوضع؟ المجتمع هو المجتمع، والغايات هي الغايات، والمواضيع هي المواضيع. وبعدين قصائدنا حنا قصائد نظم وليست ملاحم، يعني هومر وما هومر وتغريبة بني هلال هذه ملاحم ولا يعتد بها، الملاحم صعب حفظها. أيه. يعني الناس يرتجلونها لأنه صعب تحفظ ملحمة من 100,000 بيت، لكن قصيدة 20 بيت 30 بيت من السهل أنك تحفظها، والدليل على ذلك أن هناك روايات متطابقة تماما مع الأصل. ها؟ لكن كل ما أبعدت زمنيا ومكانيا كل ما زادت الاختلاف، فمعناته أن هنالك آليات ينبغي أن نفهمها لهذا التغير. ففهم الشعر النبطي اللي اليوم موجود بيوصلنا أنه نفهم بالضبط الشعر الجاهلي، حالة الشعر الجاهلي كحالة في هذه الحالة. وليس هذا هو القصد الوحيد، وإنما أيضا هذا يعني يعطيك إثنوغرافيا كاملة عن المجتمع البدوي والمجتمع الصحراوي وحياة الصحراء. يعني ما في أحد كتب، ما هم يكتبون من أول، القصيد هو اللي يمثل لك قيمهم وطبيعة حياتهم، فهو إثنوغرافيا، يعني هو زي ما تقول معلومات عن حياة البادية ومجتمع البادية وتنظيمات البادية. من خلال هالسنين وهالساعات ومئات الساعات اللي أنت سجلت، إيش أبرز معالم ثقافة الصحراء في الجزيرة العربية؟ أنا انفتنت بالصحراء حقيقي، يعني كل ما تعمقت في دراسة البادية كل ما زاد إعجابي بمعارف هؤلاء الناس وقدرتهم على البقاء. يعني تصور أنك تستطيع البقاء في هذه الصحراء، وليسوا أميين كما يقول، نعم هم أميين كتابة لكن ليسوا أميين معارف. ليس هنالك نجمة في السماء إلا ويعرفونها ويعرفون، ليس هنالك نبتة في الأرض إلا ويعرفونها، ليس هناك ريح تهب أو طعس، يعني يقرؤون الصحراء قراءة. ها؟ فكل شيء عندهم له مفردة وله معنى وله وظيفة في الحياة، وإلا لم استطاعوا أنهم. الشعر النبطي لما أنا قدمت، بس هذه طرفة، لما قدمت لمجلس كلية الآداب أطلب تمويل، طبعا أنا تخبر كان هناك تيار قوي ضد مسألة الشعر النبطي ودراسة الشعر النبطي واللهجات وكذا. ففي الأخير لما وصل المشروع إلى المجلس العلمي في كلية الآداب، وشافوا أنه ما فيه أمل يسقطون المشروع، قال أحد الزملاء زين، لا هذه أفضل طريقة نقضي على العامية، خل الصويان يجمعها بأشرطة وبعدين نعلج بها. لكن الحين أنت تكلمت عن هذا الرجل اللي في الصحراء اللي التكيف مع هذا الشكل خلاه إنسان خارق وغير عادي. نعم. الحين اللي يأثر فيه أكثر التاريخ وعمقه التاريخي، لأنه تتقاطع التاريخ مع البيئة، ولا البيئة الموجودة؟ لا، العلوم علوم الأولين إيه؟ هذه هي اللي تشكل شخصيته، ها، وهي المخزون المعرفي اللي من خلاله يبدأ منه على أساس أنه يتكيف مع البيئة، لكن هو يبدأ بهذا المخزون القولي. المخزون القولي يبدأ فيه، لأنه مثلا ما في ظاهرة مناخية أو جوية أو نباتية إلا وفيها على الأقل بيت بيتين من الشعر. يعني تختزل لك طبيعتها ووظيفتها، وإن كانت دوائية أو رعوية أو أيا كان. طيب، ثنائية الحضر والبدو في الصحراء، تعرف الجزيرة العربية موجودة هالثنائية، تمام. إيش الفرق بين ثقافة البدو وثقافة الحضر في الصحراء؟
هي ثقافة إيكولوجيا، يعني هم تقريبا ترى ما هنا ذاك الفرق ثقافيا، لكن ذولا يستغلون بيئة زراعية وهذولا يستغلون بيئة رعوية، فيحصل التكامل من خلال التبادل التجاري. هي هذه هي الطريقة الأمثل لاستغلال بيئة الصحراء. هذا نفس كلام ابن خلدون أن البدو يعتمدون على الحضر والعكس مو مرة؟ يمكن، والله ما أدري أنا إذا كان ابن خلدون قال هالكلام هذا، لكن هي الطريقة الأفضل لاستغلال موارد الصحراء الشحيحة، لأنه لو كلهم رعويين ما كفتهم، ولو كلهم مزارعين ما كفتهم، فلذلك هو تقاسم موارد وتقاسم عمل، ولا هذا يستغني عن هذا ولا هذا يستغني عن هذا. مفهوم الغزو عند البادية، يعني في بعضهم يوصفه لك أنه شاكل مشكال الحنشلة والسرقة، وفي بعضهم لا يعطيه شوية، أنت وش رأيك؟ رأيي أنا أنه عملية تبادلية، بمعنى أنه إذا قضى حلالك جاء دهر ولا أي شيء، تشوف ناس عندهم خير وتنهب منهم، وهم إلى اضطروا يبون ينهبون منك، ولذلك ما يعتبر سرقة لأنهم إلى قضبوا واحد من هالغزاة هذولا يذبحون له ويكرمونه، وحتى إذا ما معه مطية يعطونه مطية يروح لهاله، يعني فيها أعراف على أساس أنه شيء نبيل، وهو خارج في مفهومهم خارج مفهوم السرقة، ما هو بسرقة. الحين الغزو الهدف منه هو الأرض ولا الحلال؟ لا الحلال، ال 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 الأرض لها اللي يقولون لها المناخ اللي تجي القبيلة بقضها وقضيضها وتنيخ إبلها، ويقلطون هم على القبيلة اللي يهاجمونها ويحاولون أن يجتثونهم من أرضهم، وهذه تكون غزوة كبيرة مرة، فيتغلبون عليهم ويأخذون أرضهم وربما حلالهم، لكن المناخ نادر، المناخ ما هو يعني العملية التبادلية اللي تصير كثير على الحلال هذه، لكن الغزو اللي يستهدف الأرض هذا ما هو كثير. المناخ اللي هو الغزو اللي يستهدف الأرض هذا نادر، ولا يحصل إلا في حالات نادرة، مثلا إلى أدهرت ديرتهم لسنوات متتالية وشافوا أن مالهم ما بها مقاعيد، ما بها مقاعيد على قولتك، يضطرون انهم يشوفون لهم ديرة ثانية. سلوم العرب، يعني كيف تعمل سلوم العرب داخل الكيان القبلي؟ سلوم العرب شيء عظيم، يعني انا في الحقيقة ما ادري ليش الناس ما ينتبهون لها، على اساس يعني احنا نتكلم عن الارستقراطية، والارستقراطية هذه هي الارستقراطية هنا في سلوم العرب، اللي ما عليك حسيب ولا رقيب، انت حسيب نفسك، أن يعني خلفيتك العائلية والأسرية ويعني نظرتك لنفسك هي اللي ما فيه قوة رادعة، لاحظ ما في قوة رادعة، أنت حسيب نفسك، وإذا أنك حسيب نفسك إذن ما لازم، أنت حسيب نفسك وبنفس الوقت سمعتك غالية عليك، ما تبي الناس يعيرونك ولا مثلا يعيرون عيالك عقبك، فتلقاك دائما صاحب شيمة وحشيمة، أنت ذاتية. صاحب شيمة علشان تصير محشوم. تكلمت لك كلام عن ثقافة الديمقراطية عند القبيلة، واستغرب يعني صار هذا أمر مستغرب، يعني القبيلة معروف أنها أمر الشيخ، فالشيخ يملك أمره أمر القبيلة، فما يحتاج له القرار الأخير للشيخ، ولكن قرار الشيخ ما هو يأخذ اعتباطا، قبل ما يتخذ قرار يجمع ربعه ويأخذ آراءهم، يعني برلمان، وكل الصغير والكبير، ما هو واحد عن واحد، لأنه في القبيلة متساوين، ما فيها متساوين، وكل واحد يقول رأيه، بعدين ما هو أي واحد كمان يدلي برأي يأخذ رأيه، إذا أدلى برأي في مجال خبرته، لأنه كل واحد عنده خبرة، إنسان هو قنص، في هذا قناص،
إنسان هي مداوير عشب في هذا دوار، إنسان هي مداوير مياه هذا. بعدين تجمع هالآراء هذه، والشيخ له القول الأخير، لكن لا هو ليس يفرض رأيه على الآخر. يعني هو يرجح القرار، القرار اللي يرى أن عليه إجماع وأنه هو الصائب، لكن ليس بالضرورة رأيه هو رأي واحد من الجماعة، ها؟ لأنه له رأيه، ما جمعهم، ما جمعهم بالديوان، ولذلك ما بعد كل يعني اللي يقلط ويأخذ رأيه الرجال. الرجال ما هو بأي واحد، الرجل اللي مشهود له بالشجاعة والظفر والكرام والمرجال هذه هو اللي يأخذ رأيه. ولذلك يعني التراتبية في المجتمع البدوي عجيبة، يعني وين تجلس إلى صار فيه جمعة، أن تجلس أن تقلط زدام ولا تقعد عند الله يعزك النعال عند الباب، ها؟ كذلك إلى قدم الفنجان، هو يقدم لك أنت أول ولا يتخطاك ويروح لواحد غيرك. ففي تراتبيات، ها؟ تدل على قيمة واعتبار الشخص ورأيه إلى آخره. رموز هي اللي تخلي الواحد، إذا فككت هالرموز هذه عرفت وشلون وشلون تركيبة المجتمع. طيب وش الغطاء الأيديولوجي اللي تتمحور حوله القبيلة؟ يعني على أساس أنهم عيال رجل واحد، لكن ما هو بصحيح. أنا أعتقد أنه طول الإقامة مع بعض كافية، أنه يعني يمكن يجي كدخيل ولا كذا. وبعدين لذلك الحين اللي قعدت مع البدو إلى يعني طالت السالفة واطمأنوا إليك، بدأت فلان عارف جده جاي من الفلاينة، ولا فلان جده اسلم طاح الشر اسلم فلان جده لفو، يعني لا فينا. فما هم يعني مسألة أنهم كلهم عيال رجال واحد ما هو صحيح. يعني الحين لحظة، هذا قضية النسب قضية مهمة عند القبيلة، يعني الحين القبيلة دي ما هو بكلهم يرجعون إلى جد واحد؟ لا، هذه أيديولوجيا، هذه أيديولوجيا وليست جينيولوجيا. اشرح لي عشان أفهم. اشرح لي عشان أفهم. أيديولوجيا لأنه لابد يعتقدون أنهم يعني يتظاهرون أنهم عيال رجل واحد. عيال رجل واحد. لكن هذه ليست الحقيقة. لكن هذه ليست الحقيقة. وش الحقيقة؟ الحقيقة أنهم ناس مختلفين بس جماعتهم المصلحة. أو مثلا طول الإقامة، إلى صرت إلى ذبحت واحدة من ربعك وجليت عند الفلان وطولت عندهم، صرت منهم، يعني الجيل الثاني أو الثالث من أولادك يصيرون مع ذولها. يعني الأوضاع السياسية الاجتماعية والسياسية والتحالفات هي اللي تشكل شكل القبيلة، ما هي بالنسب. النسب الغطاء الأيديولوجي لكنه ليس الحقيقة، ليس الحقيقة التاريخية. هي الحقيقة التاريخية أنه تقول أنه هذه القبيلة مو بجدهم فلان. شوف، يمكن الكور اللي هو القلب في القبيلة يمكن جدهم واحد، لكن كل هالعالم التي يعني تتعنقد حواليهم ومعاهم هذول يأخذون اسمهم، لكن لا تدقق. يعني الظروف الاجتماعية والسياسية هي اللي تعيد تشكيل القبيلة، يعني مو بالنسب، يتلصقون كذا. لكن لو تقعد لحالك وتزين السالفة أنت ويا واحد منها، لا تأخذ علمه، ترى ما هم منه، ها؟ لكن ما يقوله مثلا بالعام، يعني سواليف خاصة جدا، ها؟ بغض النظر عن السواليف، لكن هذه الفكرة تحت يعني تستحق أنه التأمل، لأنه فينا كثيرين بيخلفونك عليها، بيقولوا لك لا هو الأصل. أنا أدري الناس اللي يخالفون على شيء واجد، لكن هذا هو الصد. طيب والناس يمر دايم، مو بدايم بس، الصلب والصناع وين موقعهم من خارطة القبيلة؟ أنا في الحقيقة لو أنا يعني قريب صناع القرار كان بقترح عليهم اقتراح. وش تقترح؟ إنه يسوون حركة تشجع التزاوج بين القبيلي وغير القبيلي ونقضي على هالمسألة،
وبين البدوي والحضري والصلبي واللي لابد والشيعي والسني، هذه لابد اننا نحاول بطريقه ذكيه مبرمجه اننا نقضي عليها، لانها مزعجتنا المجتمع على لا شيء حقيقي. يعني ما الان ما لها داعي، وبعدين الان الناس تعلمت وصار في حرية شخصية، لا الولد بيسمع كلام أبوه تزوج بنت الفلان، ولا البنت تبي تسمع كلام أهلها تزوج يا ولد عمته. فيعني صار هذه ما لها داعي، وصارت تضر أكثر مما تنفع، وهي أصلا أسطورة من أساسها. فأنا ودي والله إنه الدولة تشوف لها برنامج تلغي هذه الفوارق بين القبيلي والخضيري، وبين الحجازي والنجدي، وبين الشيعي والسني، وتسوي مثلا مناقلات وظيفية، أنت حجازي تعال نبي نوظفك بمميزات في بريدة، يعني بس على أساس أننا نبدأ ندمج المجتمع مع بعضه بدل هالتفككات اللي لا تزال حية مع الأسف ولا تزال موجودة. هو يعني هذا كلامك يقودني لسؤال أعمق، يعني الدولة قامت على إنقاذ القبيلة، الحين يجي سؤال يقول لك ما الذي يجب أن يبقى من القبيلة وما الذي يجب أن يرحل في هذا التوقيت؟ أنا أعتقد أن دور القبيلة انتهى يعني داعم لوجود الدولة. أنا أعتقد الرؤية 2030 حرفت الاتجاه إلى الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية وما إلى ذلك. الناس الآن بدأت تحقق مكاسب، غير مسألة وش أصلك وش فصلك ومنين أنت ومنهم ربعك. فأيضاً مفهوم الوطن بدأ يتكرس، بحيث أنه قالت خضيري وقبيلي ونجدي وحجازي تشوش على هالمفهوم هذا وتعكر صفه. فينبغي أنك إذا أردت أن تثبت هويتك تقول أنا سعودي وخلاص. هو يتكلم على الثنائيات الصغرى، يعني أنه يجيك واحد يقول لك لا يا أخي القبيلة هذه مؤسسة حضارية، وصحيح أنه راح جزء من دورها، لكن الدور الأهم موجود وباقي في تعزيز القيم وسلوم العرب اللي تتكلم فيها وقضية بالعكس هي من أهم روافد المواطنة اليوم. وهذا الكلام أنك أنت بتلغي القبيلة، هذا كلام غير مقبول بالنسبة لأعداد كبيرة من الناس. أنا أعتقد أن القبيلة، يعني لو أحد يبي يفزع للقبيلة كان أنا أول من يفزع لها، لكن حقيقة أرى إنها يعني فصل قريناه وخلصنا منه، احنا الآن بدأنا نقرأ فصل آخر في تكوين الأمة. احنا الآن نتكلم عن أمة، عن دولة عصرية، ما ينبغي أن تكون تقسيماتها تقسيمات قبلية أو مناطقية. أنا حتى ودي إنه يكون فيه تحريك مستمر للمناطق. أنت تخرجت جامعة من جدة وظفوه بالظهران، أنت خرجت من الظهران وظفوه بالقصيم. خلنا الوطن لا يزال مع الأسف الشديد تلعب القبيلة دور اللي ما مفروض أنها تلعبه، المنطقة تلعب دور ما مفروض أنها تلعبه، المذهب يلعب دور ما مفروض أنه يلعبه. المفروض أننا انتهينا من هذا، خلاص أنه السعودية وفقط الوطن وفقط. أنت عندك إثبات هوية يكفيك، لو بغيت تسافر خذ جواز وخلصنا. يعني وش يبي ينفع الوطن كونك قبيلي ولا خضيري؟ ما ينفع شيء. على طاري الحديث، أعتقد أنت مرة قلت أنه الدول ستنقرض في يوم من الأيام وستبقى دولة العالم. كيف ممكن تنقرض؟ يعني يمكن أني ذيك اليوم متثرنا القهوة، بس أنا أعتقد أنه الآن الكيانات الكبرى هي اللي يعني
الخليجية، وش يسمونه؟ مجلس التعاون الخليجي. مجلس التعاون الخليجي. ترى هذا شيئا فشيئا قد يكون بديل للدولة يعني. ها الاتحاد الأوروبي، شفت كيف؟ فبدأت تتك يعني، احنا بدينا من عشائر، ثم العشائر صار حمايل، ثم عشائر، ثم قبائل، ثم أوطان. فهذه لأنه وسائل الاتصال تطورت بحيث أنه يمكن تكون في ألاسكا وفي أفريقيا وبينكم اتصال مباشر. كانت من أول العائق الوحيد هي وسائل التواصل دون الكيانات الكبرى. ها الآن وسائل التواصل يعني كإشكالية التغت، ما عاد احنا ما عندنا مشكلة في وسائل التواصل. لك ربط بين، أنا ودي أفهمه، أنت حاولت تربط بين نجد واليونان، اشرح لي الربط، ايش دخل نجد في اليونان، ايش الرابط بينهم؟ الثقافة المطمورة تحت الأرض في نجد لها نظائر في الثقافة اليونانية. لا أدري هل اليونان مؤثرة على نجد أم نجد مؤثرة على اليونان، أو هو تلاقح حضاري. مثلا لما نقول مثلا بعل، تخبر من أول اللي بعلون برا، الزرع اللي بعل على المطر، ما أدري تذكر أنت ولا مشكلتك كذا أنت. من أول في موسم الأمطار يطلعون للبر ويحرثون الأرض ويبذرونها وتنبت على المطر، هم ما يسكونها ولا هذا يسمونه بعل. وشو بعل؟ الإله بعل، الإله بعل، يعني إنهم يتركونها لعناية الإله بعل. ها بعدين أنا أذكر إنهم من أول إلى بدأوا يختمون، ما أدري تذكرها، حرث الأرض، يا ولي السماء تجعل عيثري، أي أن هذا الزرع إن شاء الله أنه يكون عيثري. عيثري هذه هي إشتارت، برضه إلهة الخصب. النار يقولون أنك ما لازم أنك تضرب النار لأن النار مقدسة، يقولون أنه يجيك جني، لا، لأن النار كانت مقدسة. طبعا حنا نفكر أن محمد بن عبد الوهاب قضى على كل مظاهر الشرك، هو قضى على المظاهر البينة السطحية، لكن في أشياء يعني كان في أنت تتحدث الآن عن رواسب وثنية عميقة موجودة جدا بالثقافة الشعبية اللي ما ينتبهون لها العلماء والناس اللي أنت ما أدري تذكر ولا لا. حتى من أول أذكر إلى بدينا ناكل، ناخذ شوي من المرقوقة ونقول عن عين إبليس، هذا نوع من العبادة، هذا نوع من التبجيل، هذا نوع من التقديس. فلما المشكلة أنه مشان تجد الأشياء هذه لازم تبحث فيها في القضايا اللي الناس ما يهتمون لها. النار ما هو اللي طلعت عنه قالوا فلان يخبط بالرماد ولا يسمي الرماد، لأن هنالك آلهة النار التي تحرسها، فالنار مقدسة والرماد مقدس، ما لازم أنك تستهين فيه وتقدر تخبط فيه. يعني أشياء كثيرة يمكن أننا وهذا. واليونان إيش الربط مع اليونان؟ لأن آلهة النار، لأننا عندنا معلومات إثنوغرافية عن اليونان القديم، إذا رجعنا إليها شفنا إنها مفاتيح يمكن أن تفسرها الظواهر اللي حنا مثل قاع، حنا نسميها قاع الأرض قاع صحيح، اليوناني يسمونها دا جي اي قاع، هي قاع قاع. ها ولذلك أنا دائما أحاول أعقد مقارنات بين ثقافة اليونان وثقافة نجد، لأن هنالك يعني مجال واسع للمقارنة، ومن ثم التفسير، يعني أشياء ما غامضة عليك يمكن بهالطريق عن طريق المقارنة يمكن تستطيع أنك تفسرها وتقول هذا هو المعنى الحقيقي لها. طيب هذه يعني أشياء ممكن تفتح التساؤلات كثير، لكن أنا أريد أن أذهب إلى مجموعة من الأخبار اللي رصدناها وتفتحنا محاور أخرى نستطيع أنه نلج إلى كثير من الأفكار. رصد. We'll be right back.
فعاليات خلوها تمتع زوار موسم الرياض بروائع الشعر النبطي. الأمريكي رايموند يحقق المركز الأول في مهرجان الملك عبد العزيز. السعوديون يرددون حنا بدو رداً على وزير خارجية لبنان. الشعر والشيلات تاريخ غني في الثقافة السعودية. ملحمة التطور البشري للصويان تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب. وزير الثقافة يعلن تسمية 2022 بعام القهوة السعودية. كاتب: فشل علم الاجتماع ففقدنا معرفة من هو المجتمع. دكتور، إيش الفرق بين شعر الحضر وشعر البدو؟ يعني الشعر النبطي؟ إيه؟ يعني ما هنا فرق واجد، إلا أنه يعني شعر البدو أكثر عن المغازي والأكوان لكن بنية القصيدة واحدة غالباً. تقدر تميز الشعر البدوي عن الحضري؟ شلون تميز؟ من مفرداته ومن جو القصيدة. يعني لازم تكون يعني باخص الميدان هذا، لكن عموما هي نفس المواضيع ونفس الثيمات تقريبا. يعني ميدان شوعر زي شليويح العطاوي؟ لا هذا شاعر ساخر، لكن بنفس الوقت يمكن تجد شاعر يعني ساخر. انا اتكلم كذا يعني اتكلم عن خلب زويد زي عبد الله بن سبيل. في لكن انه الصوره هي الصوره، الصور تقريبا هي. مثلا نطيت رجمن، كلهم ينطون رجم، ترى نطيت رجمن بعد هذه فيها بلاوي بس ما احنا قايلينها. قل وش فيها البلاوي اللي فيها رجم؟ ليش الشاعر دائما اذا بغى يبدا قصيدته لازم ينط رجم؟ ليش موسى لما بغى يجيب الوصايا العشر نط رجم سيناء وهكذا؟ أنت حي وديتنا الوثنية، وديتنا اليهود، مش آخرتها؟ آخرتها أنك تقترب من مصادر الوحي، هنالك إحساس أن مصادر الوحي فوق، فأنت كلما اقتربت إلى الأعلى كلما اقتربت إلى مصادر الوحي. بس الشاعر الشاعر الحضري يكتب ترف، الشاعر البدوي لا، يكتب سريقة. ما بعلى كل حال يعني كلهم يكتبون ترف، وكلهم مثلا يا أهل الدير اللي طال مبناها ما بلاد حماها طول حاميها الرعي شقرة، هذه ما يترف ذي، ها؟ ولا قصايد زامل السليم، ولا صحيح انه يمكن في الحاضرة فيه شعر ترف، لكن لا يعني هذا في حد ذاته قد يكون يعني شيء لا يستنتج منه أن شعر الحاضرة يختلف كليا عن شعر البادي، لأنه أنت حينما تقارن بناء القصيدة وتقارن المواضيع وتقارن الصور يعني كلهم تقريبا نفسه، ما تقارنها بيت بيت، وإنما البنية الكلية للقصيدة لا تختلف كثيرا بين البادية والحاضر. أنت كنت تعمل على معجم للمفردات في الشعر النبطي، بس ما وقفت ليه؟ لا ما هو وقفت، لأنه هذا مشروع كبير وكانت في مشاريع ذات إلحاح أكثر، خلصتها لكن الحين ما أقدر أكمل لأني ما عاد أقدر أقرأ أنا، يعني عندي مشكلة صحية بالغدد وصرت ما عاد أقدر أشخص وأقرأه. فيعني طيب إيه من المؤهل أنه ممكن يكمل هذا المشروع؟ والله
والله ما الميدان يا حميدان والله ما ادري لا بس هاي تبي دعم تبي واحد الموضوع هذا ما هو بهوين ولا هو بالموضوع مجرد شخطة كلام يعني جمع مفردات الأبعاد للمفردات والمعاني المجازية والصور والأشياء اللغة شيء عميق اللغة ما هي بس خذني جيتك وبعدين الاستخدام زي ما تقول الحرفي والاستخدام المجازي والاستخدام يعني أنت تعرف الجيدين في السوق مين اللي تقول له أو تطلب منه تقول له هذا هو المؤهل لأن يعمل هذا المشروع عندنا والله صعبة أكيد في ناس بس أنا معه أنا ترى ماني يعني راعي اتصالاته اللي يحبونك يعتبون عليك يقول أنت ركزت على نجد وأهملت مناطق ثانية غنية زي الجنوب تتسأل في حجة لو بطل الجنوب الجنوب لها حلو أنت صاد وهذا ليس قصور مني وإنما ثرا في المادة المادة ثرية يا رجل وبعدين أرض بكر ولا يبد على خلق الله إلا الله المفروض على الجنوب بدل ما يلومونني يشمرون عن سواعدهم يبدون يشتغلون الجنوب يمكن أثرى من نجد ثقافيا ولغويا ولكن ما الله يعني فيه ناس فيه اجتهادات واجتهادات جيدة لكن الشقة وسع من الرقعة على قولتهم موضوع الإبل يعني الإبل في ناس تقول لك هذا تراث وهذا قيمة لكن في صوت قوي يتجه إلى تسخيف هذا الموضوع إلى؟ تسخيف أنه هذا شيء سخيف سخيف إيه يعني يقول لك الناس طلعت القمر وأنتم تلاحقون بعري بالعكس يعني في موضوع يروح إلى أبعد إلى أنه هذا شكل من أشكال التخلف الاهتمام بهذه الأشياء أو بالإبل تحديدا هذا شكل من أشكال التخلف الرجعية لا في ناس مع الأسف الشديد مفهومهم للتقدم والثقافة والأمور هذه يعني مفهوم سطحي حنا أنا مثلا أعاتب على الناس اللي يضحكون على اللي يشربون بول الإبل يا أخي إذا ثبت إله فايدة ولا عندك بديل ليش ما تشربه وش القضية يعني الآن أعتب على حد يشرب بول الإبل صح لأن الله رزقنا يعني لكن إنك بس والله يا أخي جاية في بالك أن الإبل كل اللي حواليها وفيها تخلف هذا ما يصير فإذا كان فيها علاج ليش لا إحنا أبواننا أيضا كانوا يشربوا اللبن على الحمير مشان يدون الكحة ما أدري لحقت عليها أتحسستني بغربة على إيه أنت جنيع أنت وإلا مثلا ليش يغسلون رؤوسهم ببول الإبل طيب هو بول الإبل يقتل البكتيريا وش المشكلة إذا كان يقتل البكتيريا ويريحك ويقتل القمل وش المشكلة أنك تتغسل في بول الإبل بوه ناس الآن جبن تدري أن جبن لبن الحمار الحين إحنا لازم نقول عزك الله لكن هم هل جبن اللي يصنع من لبن الحمار يعتبر أغلى أنواع الجبن في العالم فحنا مع الأسف الشديد يعني من السهل أن أحد يبلفنا ويضحك علينا وحنا معقدين في موضوع الثقافة نفكر ما عندنا ثقافة وإن كل مثلا من الأشياء اللي تؤلمني وهذه انتكاسة ثقافية ها جمل إجمال هذا ما هو بجمل إذا أنك ما تدري وش جنسه فهو بعير لا تقول جمل إذا أنك متأكد أنه ذكر قل جمل إذا أنه أنثى قل ناقة إذا ما تدري قل بعير بعدين يقول لك يعني شوف قديش التأثر بالمصطلح الغربي جمال اسمعها ما هو معقول أصلا ما يمكن يكون مجموعة جمال الرعية ما بهلا جمال واحد فقل إبل يا أخي فالاغتراب اللي قاعد يحصل شيء هو الأمر يعني مدامك أنت فتحت هالقصة في أبعد من ذلك في اتجاهين الاتجاه الأول أنه في لمز من خارج الجزيرة العربية لهذه الثقافة أنه أنتوا يعني في مثال ممتاز يلخص هذا القصة يقول لك من الإبل إلى الأبل
يعني انهم هذول ناس ما يعني متخلفين وبعدين فجاه طرت عليهم النعمه. فهو يضربك في الثنتين. ايش تعليقك على اصحاب الثقافات النهريه؟ نتكلم عن عرب الشمال وغيرهم. ما هو اذا صرت جدارا قصير كل اللي بيقمزك ويبون يعني ما راح يتوقفون عندها، يبون يبتلون. لكن انت مسؤوليتك انت انك ما تهتز لهذه الضربات، وانما المفروض انها تدفعك لمزيد من التوضيح والتعمق في فهم حضارتك والنواحي الايجابيه فيها. وانه اذا هي بالمعايير فاحنا يعني كل الناس كلها فيها معايير، ها، ولا 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 هو عيب انك ترجع لتاريخك وتفتخر بتاريخك، لكن العيب انه شخصيتنا مع الاسف الشديد صارت مسطحه، بحيث انه اي واحد يمكن ان يقنعنا اننا ما عندنا سالفه واننا ما عندنا حضاره واننا ما عندنا ثقافه. والان حتى بعض الناس الذين يتبنون خلينا نقول مثليه او نسويه، ما هو قناعه بقدر ما هو ليش ما نصير مثلهم. انحياز ضد الذات. بالضبط، يعني انحياز اللي كان ضدنا من الخارج، وهذا الجزء الثاني اللي كنت بتكلم عنه، انه صار عندنا انحياز احنا ضد ذواتنا، احنا ضد ذواتنا، وصرنا نتبنى ما عند الاخر. فبس احنا المشكله الحين نبي نصير مثل اللي ضيع مشيته ومشيه الحمامه مثل الغراب، ها. فانت لن تستطيع ان يعني تفهم وتتقمص جيدا الثقافات الاخرى وانت بنفس الوقت قاعد تضيع ثقافتك. يقول لك احنا ثقافه شفهيه تروح تنقرض، هذولك يكتبون احنا ما نكتب. طيب اكتب، وش اللي يخليك ما تكتب؟ اقعد على مقال واكتب، لانه اللي يخليهم ما يكتبون قناعتهم انها ما تسوى، ما هنا شيء يسوى الكتابه. فهي مشكلة معقدة يعني فيما يتعلق بالذات والأنا وال. الصحراء عائق ثقافي؟ الصحراء أنتجت أعظم ثقافات الأرض. أكبر تحدي إيكولوجي هي الصحراء، وكونك تعيش في الصحراء وتقبل هذا التحدي وتتعايش معه هذا إنجاز. بعدين الصحراء أنت ما عمرك شفت على خطى العرب؟ إلا ما عمرك شفت اليوتيوبرز اللي الرحالة السعوديون اللي يجوبونه؟ ما عمرك شفت هالمنشآت الحجرية وهالوسوم وهالنقوش الجزيرة العربية؟ تالي بدينا نهتم بها، أول ما نهتم بها بالضبط من ردانا. ما ودي أستخدم كلمات أخرى لكن العازل يفهم. من ردانا أننا ما نهتم، كوننا ما نهتم فيها هذا لا يغمط قيمتها. هذا معناته أننا حنا بقدرين نقيمها صح. في الموروث الشعبي لك اهتمام. الحين الفنون في الفنون الشعبية في وجدان الكثير من السعوديين أن هذه هي كويسة، بس هي ضد المروءة. ضد إيش؟ ضد المروءة. ضد المروءة؟ إيه زينة، بس إحنا ننظر لها نظرة دونية. أيهن؟ الفنون الشعبية. الموروث الشعبي بشكل عام. هذه ضد المروءة الدونية تجاه الموروث الشعبي وتجاه الثقافة الشعبية. ما أشوف أنها ضد المروءة، بالعكس. موجودة عند الناس، في ناس ينظرون أنها ضد المروءة. لا، يمكن في انحياز ديني نحو الأشياء هذه، ويمكن يخلط قيم الدين بقيم المروءة، لكن ما فيها شيء يعني. وبعدين يمكن في الماضي كان المجتمع منغلق إلى حد ما لأسباب تطرف ديني وما إلى ذلك، لكن الآن أصبحنا منفتحين. المفروض أنا في الحقيقة ودي لو أن وزارة الثقافة تعطي دفعة للفنون الشعبية بكل أنحاء الجزيرة. وأنا أعتقد أنه إذا أننا بنتحول لبلد سياحي، فلا أعتقد أن الفنون اللي قدمها الفنانين مثل محمد عبده يطول في عمره ورابح صقر وذولا هي الفنون التي تبي تستحوذ على اندهاش
واهتمام السائح الأجنبي، لأنها هذه حتكون مملة بالنسبة له. لكن لا تقدم له رزفة دواسر ولا إيه بشكل تقليدي، ولا نحولها إلى مسرح. أنت عندك كلام فيه في يعني يمكن مسرحتها لكن بدون المساس بطبيعتها. يعني كيف نمسرح الفنون الشعبية؟ كيف نمسرح الفنون الشعبية؟ عادي يعني تمسرح، تجيب ناس مثلا عندك في فرقة في مصر نسيت وش اسمها قائمة على مسرحة الفنون الشعبية، فيروز والرحابنة كانوا قائمين على مسرحة الفنون الشعبية، الدبكة ما الدبكة. ففي يعني، وبعدين على فكرة ترى الدول الشرقية بعد أن انتشرت فيها الشيوعية وصارت الشيوعية بدأوا يهتمون بالفنون الشعبية اهتمام كبير، يعني لأن هذه جزء من أيديولوجيتهم. ها، وصارت الآن جميع الخبراء في مسرحة الفنون الشعبية تجدهم في الدول الشرقية. فأنا حتى مرة اقترحت على الأمير بدر، كان رايح الروسية، واقترحت عليه أنه شوف، أولا لازم نجيب ناس متخصصين في الموسيقى الشعبية يرصدون هذه الفنون ويدرسونها على أصولها، وبعدين نجيب ناس متخصصين في مسرحة مثل فرقة علي بابا، ما أدري منه في مصر واحد اسمه ما أدري إيش علي، مسرحة يجيبون فنون الصعيد ويقدمونها على المسرح بشكل مبهر. فنبي لنا خبرات في نقلها كما قلت أنا من الساحة إلى الشاشة. إلى الشاشة. الحين إحنا بنعم أو لا، هل نجحنا في تسويق ثقافة الموروث الشعبي وثقافة الجزيرة العربية للخارج؟ لا. كيف ننجح في تسويق ثقافة الجزيرة العربية في الخارج؟ والله هذه مسؤولية وزارة الثقافة. إيه أنت مثقف وهذا شغلك، عطنا رأيك. رأيي أنه لو أنا في وزارة الثقافة الآن أول ما أقوم فيه أعمل حصر كامل بكل الفرق الشعبية الموجودة، وأعمل حصر كامل بكل المتاحف الشخصية الموجودة، وأعمل حصر كامل بكل المهتمين بالمواقع الأثرية والرحالة السعوديين. في نشاطات موجودة لكنها مبعثرة ولا لها رعاية، يعني المادة موجودة لكنها تبغى لها رعاية وتنظيم وتشجيع. بعدين الحرف الشعبية والحرف التقليدية لابد نسوي فيها إحصاءات، لابد نسوي لستة بكل الناس اللي لهم يعني اهتمام في هالمجالات، فنون السدو ما فنون السدو والحنة يعني أشياء كثيرة. هي فيها ظاهر الآن معهد ملكي للفنون التقليدية، هو طالع الملكية أو شيء زي كذا. على طاري مدامنا في هذا، ودي أوريك فيديو وتعلق لي عليه، خلينا نشوف الفيديو مع بعض. وش الدحر؟ الدحر الطهر. أيوة الطهر. إيه فصل شوي، وش لون الطهر؟ وش تسوون إذا طهرت؟ يلا يصفون أصاب ويقلق بنت قدامه. بنت بنت وأصابها كلها هذه دحر، هي تحوشي لهم معها شيء. أيوة تحوشي لهم من تحت، من تحت يديها تبتل بعد قبل يعرف تحوش، تبرم من تحتهم هم يصفدون. هاي من هالي بالتلفزيون تشوفهم يصفدون يدحوا يدحون. هلا صارت عاد فيه، صار عند الشيوخ عند رحمة فواز الله يرحمه. طبعا الدحى من اهم الفنون الموجوده في الشمال جدا. ما اعرف انا، يمكنني انا ماني قارئ كويس، او من صغري وانا احس انها مربوطه بمعركه ديقار الدحى، وانه انتصار العرب على الفرس. هذا التسجيل من تسجيلاتك اللي انت سويتها يقول لا، مرتبطه بشيء ثاني. ولما بحثت ايضا موافق الرويلي وهو من القبائل هناك دكتور، يقول الدحة تراث شمالي فرائحي محصورة عادة في حفلات الختان، لو تسلم من شطحاتكم واختراعاتكم وتلفيقكم حول أصلها وربطها بالحرب والشجاعة والأقدام لكانت أجمل وأكثر قبولا وصدقا. تعليق. لا هي كمان بالحرب موجودة،
لأنها عملية إرهاب. تشوفوا شلون هم يحاولون يضخمون أصواتهم بحيث أن الصوت من 10 يبدو وكأنه من 30، فهمتني؟ فاللي يسمعك من بعيد يقول هذول قوم من يقدر عليهم. لكن هي تقام بالمناسبات الفرحية أيضا، بالعيد بال... بعدين لاحظ أنه الدحية أيضا شعر القلطة، كانت النساء تأتي ترقص في الحلبة، يعني ما كانوا يرون فيها، ما عندهم مشكلة، ما 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 عندهم مشكلة فيها. وأنا أشوف أنها فن استعراضي جميل، والصوت هذا اللي يطلع هذا، يعني تصور لو أنت في مسرح ويصير فيه مكبر صوته أو شيء، يعني لعبة كذا صوتية، وش اللي يبي يصير. فهل هالأشياء يمكن أن تقدم يعني كذا رو بدون أنك ما تبهرها وكذا، لكن أيضا يمكن أنك أنت تأكد على قضية أنه كيف ننقلها من الوضع الحالي إلى وضع منتج قابل للاستهلاك في الخارج عن طريق المسرح والشاشة. لا مو بالخارج، بالداخل. بالداخل أنا أبغى بحيث أن الخارج لو طلعت له، أنا ما يهمني الخارج بالحقيقة، بس الخارج لو تطلع له هذه انبهر. حنا مشكلتنا أننا ما نعرف وش هو الانبهار. حنا لابد أنه يجي واحد من برا ويقول لنا ترى هالشيء مبهر مشان ننبهر. ما عمرنا استخدمنا قدراتنا العقلية الذاتية مشان نعرف، يعني احنا ما قدرنا الكنز والتراث اللي عندنا بقيمته الحقيقية. خلينا نقول ما قدرنا نقدر، ما عندنا الأدوات اللي تأهلنا أننا نفك الرموز وهالغشاوات اللي على عيوننا. الشيلات بشكلها الحالي تعبر عن الموروث الشعبي؟ إيه، ليش لا؟ أنت اللي تشوف الشيلات زين، راضي عنها زين، ممتازة ممتازة. وبعدين أتحداك تجد بلد فيها هذا الكم الهائل من هالأصوات الجميلة. أنا ما كنت أتوقع أننا عندنا هالأصوات. كل يقوم يقعد يغني ولو صوته من أبدع لا يكون، يعني عدد هائل من المنشدين وكل واحد تقول هذا زين من هذا. لكن أهو قررنا أن الشيلات تخلف، صارت تخلف. ما قدرنا نقدر. ما قدرنا نقدر، سبحان الله العظيم. لازم يجينا يعني مستر سو أن سو ولا الناقد الفلاني على أساس يعني يقنعنا. ما عمرنا مع الأسف الشديد ما عمرنا استخدمنا قدراتنا الذاتية سواء جمالية أو عقلية مشان نحكم على الشيء. لابد أحد، يعني حنا متعلمين، لازم نطوع أيا كان الموضوع، حتى لو فن لازم نطوع. حط بينك وبين النار نطوع. خلنا نروح للشيء الشخصي لك. في عام 2013 فزت بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن كتاب ملحمة التطور البشري. الحين مشروعك طبعا هو كتاب قيم ولا شك، ويتحدث عن يعني علم في الانثروبولوجيا مهم، ورصد هو رصد اكثر من انه يعني مشروع خاص، انه رصد لي رصد عميق وقوي متعوب عليه. لكن اللي فاز ما هو بشغلك الاساسي، الناس ما شافت العمل الاساسي، الاهتمام بالموروث الشعبي للشعر النبطي الصحراء، وفزت بشيء ما هو المشروع الحقيقي لسعد الصويان. يفرحك ولا يزعجك؟ أنا دائما أقول ملحمة التطور البشري هو نقل معرفي، ونقل معرفي جيد جدا، ما أبخس روحي جداً. حقي العمل الحقيقي هو الصحراء العربية، لأني فككت فيه رموز كثيرة، وبنفس الوقت ذو معنى بالنسبة لواقع الجزيرة العربية. لكن اللي يقيمون هالأعمال هذه ناس يعني ما لهم مال الصحراء العربية، حسب المحكمين وهوية المحكم وخلفيته ورؤيته، يعني ما هم. يعني أنت كنت تتمنى أنك تفوز بجائزة، كان تتمنى الصحراء هو اللي يفوز؟ أنا في الحقيقة ماني براعي جوائز ولا أيهم أغلى عليك؟
شوف ما لا أغلى علي الصحراء العربية، لكن هذا مهم لأنه نقل معرفي. معرفي ما واربط فيه. بعض الناس يحاول أنه يعني يلمع لك نظرية التطور بحيث أنه دينيا يمشي الحال. أنا حاولت أقول الحقيقة كما هي. ما كانت محاولة خطرة وجريئة في إخضاع الدين لمشرط الأنثروبولوجيا؟ لا، أنا لا أعتقد أن العلم يشكل خطر، واللي يعتقد أن العلم يشكل خطر فهو في خطر. هو أصلا الفكرة تيجي دائما من أنت لما تيجي تقول ملحمة التطور البشري يجي على طول عند الناس أو أصلا إنسان قرد ينتقل في الصورة الذهنية وحين ما قرأ، وبعدين يروح يقول لك أوه تناقض العلم مع الإيمان، فيدخل في البوابة، فيدخل في قراءة الكتاب بذهنية مسبقة قد تكون رافضة للقصة. هذه مشكلته وليست مشكلتي. أنا أكتب للإنسان اللي يلج إلى الموضوع بحيادية وعقلية منفتحة. لكن مرة أخرى لو تقول لي وش عملك، هذا أنا مجرد نقل معرفي زي ما قلت لك. قلت اللي قالوه الثقات في هالمجال. لكن الصحراء العربية أنا قلت شيء أنا اللي أقوله. اللي أنت مؤمن فيه. أنت هديت لي مجموعة من كتبك وأنا شاكر ممتن لها، وكان من ضمنها عدد أكبر مما توقعت من الكتب باللغة الإنجليزية. كيف كان أثر هذه وش كانت؟ والله لها أثر، كثير من الناس بدأوا يهتمون بالثقافة الشعبية. وش مثلا كتابي الشعر النبطي، نبطي بويتري، الشعر الشفهي في جزيرة العرب، هذا رسالتي للدكتوراه ونشرته جامعة كاليفورنيا، لاقي قبول كبير يعني عليه إقبال إلى الآن بالرغم من مرور السنين. وفي كتاب آخر عن سالفة أيضا اشتغلت عليها، لقي يعني تخبر الغربيين عادة المختصين لما يطلع كتاب في مجالهم واحد منهم يكتب عنه اللي يسمونه ريفيو، مراجعة، يعني كل الكتابين حظيوا باهتمام في الأوساط بمراجعة مرة إيجابية. لك كتاب اسمه فسح سهوا، مقالات في الشأن المحلي. وأول ما بديت أقرأ الكتاب وأترك التشره بالبداية، تشره زعل أنه منعوني ووقفوني وما أدري إيش وما يستاهل الإيقاف. كنت غاضب من إيقاف للمقالات في أحد الصحف، وقلت ها شوفوا هذا أنا كتبت، هذا يستاهل الإيقاف في هذا الكتاب. لماذا أوقف؟ أنت قاعد تحرش علي بالضبط. لا الأمور تغيرت الحين، الأمور زينة. أخي يبدأني برتومبه مرة ثانية. لا، فكرة الإيقاف والمنع أنت كنت معترض، ليش يمنع؟ وش الكتاب يعني؟ لماذا منع سعد سويا من الكتابة؟ هي المشكلة إنه أنا ما أبغى أحد يزايد على وطنيتي وحرصي على بلدي وملامستي لبعض الجروح. مثلا من الأشياء اللي منعت ويعني حسبت عليها موضوع العلم السعودي، مقال سيفين ونخلة، حق السيفين والنخلة. أنا كتبت المقالة لما شفت في ذروة العمليات الإرهابية، ويوم كان الزرقاوي يقطع رؤوس الناس بالسيف، فأنا قلت يا جماعة ما يصير، لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيف مع بعض، يعني على الأقل حطوهن على الجهتين، لأن الناس العالم اللي أصلاً ناوي يتم بك الشر إذا شافت الكعبة يقول شفتوا شلون محطين لا إله إلا الله ومحطين السيف. هذه معناتها أنا أعرف وش القصد، البدو يعرفون وش القصد، أنه نشر كلمة كلمة التوحيد، نشر العدالة بالسيف. السيف هذا يرمز للعدالة، وليس أنك يعني تصير مسلم، لأنه من أول ما كان في عدالة قبل قيام الدولة السعودية، كان القوي يأكل الضعيف. الحين صار في شرع وصار في عدالة، لكن من يفهم هالمنطق؟ البدو يفهمونه، لكن الناس اللي برا السعودية وغالب السعوديين من الحضران ما يدرون وش معناه.
يعني هو مجرد مقترح يعني أنا ما لكن على طاري المقالات في مقال الآن يتداول أخيرا وكأن الكأس مجراها اليمين عن القهوة، وحاولت أنت تسوي مقاربة أو ربط بين القهوة والخمر وأنه قلت كانت الكلمة في العصر الجاهلي تشير إلى النبيذ، القهوة كانت تشير إلى النبيذ. نعم يسمون النبيذ قهوة. قهوة لأن القهوة هو الشيء اللي ترتشفه ببطء، أي شيء ترتشفه ببطء هو قهوة. وكان شائعا بين العرب في تلك الفترة حيث يقدم النبيذ في كؤوس لا تملأ. سؤالي أنه المقاربة ما كان فيها تكلف ربط مهم منطقي بين القهوة وال... لا لأنه أنا جبت شواهد شعرية، أنا ما يهمني لا القهوة ولا النبيذ وإنما يهمني طقوس التقديم هي واحدة. ها؟ وكان الكأس مجراها اليمين صددت الكأس عنا أم عمر. أنا أحاول أربط هذه حفريات ثقافية يا عبد الله. يعني ليش العرب اهتمت بالقهوة ولا اهتمت بالشاهي؟ هذا سؤالي اللي أنا عجزت وحاولت أني في زميل اللي هو الأستاذ الرويس يعني له جهود في هالمجال، قاسم الرويس معروف. له جهود في هذا المجال ولكن لا يزال يعني الموضوع قيد البحث بيني وبينه، لأنه كان الشاهي للحريم. كان الشاهي للحريم؟ اي اول ما طلع الشاهي ما يشربه الا الحريم، لكن القهوة والتمباك للرجال. طبعا التمباك ايضا عليه اشعار كثيرة لكن التمباك طقوسه قليلة، القهوة هي اللي لها طقوس. يعني أهمية القهوة تأتي في طقوسها، من اللي يقدم له الفنجال، من اللي ما يقدم له الفنجال، من اللي كفل ومعقب الفنجال، يعني لها يعني فيها قيم وطقوس كثيرة تعطيك مفاتيح لثقافة العرب آنذاك. أيضا من الأشياء اللي أنا أحب ودي أوقف عندها، أنت كنت رئيس لقسم الدراسات الاجتماعية من 84 88. الله لا يعيده. وراه الله لا يعيده. أيوة. حاولت تفتح قسم أنثروبولوجيا بس وانت الرئيس القسم ما قدرت. ما كنت دبلوماسي بشكل كافي. هذا طال عمرك. حاولت مع قسم الدراسات الاجتماعية خبر إذا بغيت تمرر قرار لازم يروح المجلس القسم إلى صدق عليه مجلس القسم يصدق عليه مجلس الكلية، ثم إذا صدق عليه مجلس الكلية يروح للمجلس العلمي للقرار النهائي. أنا كنت رئيس قسم الدراسات الاجتماعية ولما جاء مجلس القسم عرضت عليهم، طبعا اشتغلنا على الموضوع شوي ولابينج يعني، فمشى المشروع من مجلس القسم أنه يفتح قسم أنثروبولوجيا. الآن يعرض على مجلس الكلية، ومجلس الكلية يتكون من رؤساء الأقسام وأيضا مع كل رئيس مندوب من القسم، يعني من كل قسم اثنين الرئيس ومندوب. أنا كنت طبعا رئيس قسم الدراسات الاجتماعية فكنت عضو في مجلس الكلية. يوم جاء العميد ابن الحلال يبي يعرض الموضوع، موضوع فتح قسم الأنثروبولوجيا، وتخبر كانت في قمة الصحوة طبعا، والعميد كمان من آل الشيخ يعني صعب انه يمرر موضوع زي كذا، ولكن ما يدري وشلون يدخل عليه بحيث انه يحبط المشروع. فقعد يجلب ورقات وكذا، بعدين نظرني قال يعني انتم تبون تدرسون ان الانسان اصله قرد. انا عرفت ان الدعوه ما في امل يعني، بشر عليه. قلت له والله بعض الناس قرود بشر على البقيه، وقلت له بعض الناس وادم، فما ما ما لها رد الا كذا، وانتهى النقاش به واجهض. وحتى حقين اللغه العربيه كانوا يظنون يقولون انه او سدنت اللغه العربيه بعضهم انه والله الشعر الشعبي والموروث الشعبي هذا خطر على على اللغه العربيه، خبر حصولنا مهدده من الداخل. برضو هذه كانت قضيه كبيره. طيب انا بطلع لك على
شيء كذا مختلف وممكن يسعدك، أتوقع حيسعدك. خلونا نشوف المقطع ذا مع بعض. من بارحة لولا وأنا ودي وجيب طواري منها شعر راسي وقف تزاحم ضيقات بالصدر الرحيم، نفتح ملف الهم ونقفل ملف يلا بجاهك من ترداي النصيب بحماك يلا من مقاشير الصدف نشيب ورموش الليالي ما تشيب ونعف وصدوف الليالي ما تعف وكم خاب ظننا كنت ظنه ما يخيب وكم بارة ورا أصحاب فينا للأسف وكم صالفة بقعة عساها للذهيب. هذا الراحل الله يرحمه مساعد الرشيدي، وأنا أبحث في الحلقة لقيت لك كلام جميل جدا تتكلم عن مساعد، تقول مساعد قلب الصورة الشعرية وحولها من لقطة فوتوغرافية إلى لوحة تشكيلية، قصائد مساعد جياد متوحشة عادرة في مرج فسيح وأنت واقف على رأس ربوة تطل على هذا المنظر العجيب في حمرة الشفق، في حمرة الشفق، كل واحدة من هذه الجياد جميلة بتوحشها وغموضها. شو اللي شفت في مساعد خلاك تصفه بهذا الوصف؟ أنا أحترق لما أشوف شاعر زي مساعد الرشيدي أو الأمير بدر ومثل هؤلاء الشعراء يعني يحصرون في المنطقة المحلية عندنا في الجزيرة العربية، وشعراء مثل نزار قباني وما أدراك ما نزار يأخذون هذه العالمية. أتحدى من شعراء الحضارات اللي سميها أنا الحضارات النهرية واحد منهم يستطيع أن يأتي بصور مثل تلك الصور اللي يأتي بها مساعد الرشيدي. مساعد الرشيدي شاعر، بدر بن عبد المحسن شاعر، عندنا شعراء لكن حنا ويهدمون بيوتهم بأيديهم لأنه سعودي أو لأنه يتكلم بالعامي، فمعناتها أنه ما هذا ليس فن وليس شعر. ما صحيح الكلام هذا. أنا وأنا أنت لك شعر، تكتب الشعر، نقدر نقول سعد؟ لا 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 لا. سعد صويان شاعر؟ لا تبت. تبت. في أبيات جميلة تروح قلبي كل ما جيت أبرفاه هذا يشلونه والآخر تفتق الزين منه في حساب الهواتاه أتعب أجمعها وترجع تفرق. طيب أختم بصورة فيها شخصيتين، شوف الصورة ونبي نعلق عليها. أعطونا الصورة شباب، أعطوني الصورة وسمحتوا. هذه الشخصيتين الأمير التركي الفيصل والأمير خالد بن سلطان. نعم. أنا عرضتهم لأنه في مشاريع بينك وبين هذه الرجلين. نعم. نبدأ بالأمير خالد بن سلطان. نعم. في المشروع الأول، مشروع الملك عبد العزيز الوثائق الأجنبية 20 مجلد. تمام. هذا سويتوه من 91 إلى 2001، هذا انتهى؟ انتهى من زمان. طيب ما له حس ولا حق. ها؟ خله على الله. يعني 20 مجلد على الملك عبد العزيز الوثائق الأجنبية جمعة. إلا طفيت التسجيل علمتك. لا يهم الناس تقول لي أنا ما عندي مخفي معلن واحد. أيوة طيب. بس الأمير خالد في الحقيقة بذل جهد ومال ووضع ثقته فيني وفي ناس يستاهلون، وطلعنا مشروعين وطنيين أعتقد أنها من أعظم المشاريع التي رأتها السعودية، اللي هو مشروع الملك عبد العزيز ومشروع الثقافة التقليدية أيضا 20 مجلد، يعني توثيق دقيق للثقافة. هذا اللي فيها العطارة والطب الشعبي تمام والزراعة والحراف ودولة في دار الدارة. في دار الدارة نعم. دار الدائرة للنشر والتوثيق. أو الدائرة عفوا. أما الأمير تركي فمن خلال مركز الملك فيصل استطعنا أننا نؤسس وحدة اسمها وحدة الذاكرة السعودية. هذه جمعنا فيها كل التسجيلات الصوتية
اللي لي واللي لغيري مثل مارسيل وغيرهم، كل التسجيلات الصوتية جمعناها وفهرسناها بحيث أنها تكون متاحة للباحثين، كذلك مواد أخرى مثل صور وما صور وأي حاجة تتعلق بتاريخ السعودية أو الثقافة التقليدية في المملكة في الجزيرة العربية جمعناها في وحدة الذاكرة السعودية. هم أخذوا حتى التسجيلات اللي أنت سجلتها اشتروها؟ نعم 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 أيه، وفرغناها وفهرسناها ويعني بحيث أنها تكون متاحة بسهولة. صحيح أخذوا مكتبتك المركز الملك فيصل؟ نعم المركز جزاهم الله خير أخذوا مكتبتي و... ليه؟ لا هم اشتروها. وليه تبيعها أصلا؟ لأنه انتهيت أنا منها خلاص. مكتبة ضخمة يا عبد الله يعني، وبعدين أنا أولادي ما لهم فيها الشغلات هذه، وأنا متأكد أنها بعدي يمكن أنها وهي مكتبة نادرة لأني وين موجودة الحين؟ أختار الكتب بعناية وبمواضيع لا تخطر على البال، هي موجودة في مكتبة الملك فيصل. يعني إذا رحنا مكتوبة هذه مكتبة سعسوية؟ محجوزة بربع الحالة ومكتوب عليها مكتبة سعسوية. ونقدر نعرف بكم شروها؟ والله أني نسيت بس إنسانك أقروش ما تنزع يا دكتور إنسانك تبي تزاود زاود ترى يمكن أسترجع يمكن تهون. أنا سعيد بهذا الحوار دكتور، ممتن لك ويعني عالم أتمنى زمن يثبت أن ما كنت تعمل على يعني عليه لسنين طويلة اليوم في هذا التحول الجديد السعوديين يعرفون قدر هذا الذي إن شاء الله نرجو ذلك. في كلمة أخيرة تريد تقولها قبل ختم؟ والله أولا أشكرك أكيد على ما كنت أتصور أن اللقاء يكون بهذا الشكل لأن كنت بالعادة تهاوش بس هذاك الله معي تأخذ عني فرصة. أرجو أن الإخوة الذين طلبوا مني لقاءات يعذروني لأني فعلا حالتي الصحية لا تسمح بإجراء لقاءات، ولكن الأستاذ المدي عبد الله المديفر يعني ألح وبنفس الوقت أنا أعرف قيمته، لذلك يعني تكبدت العناء وجئت. وأنا ممتن لهذه الفرصة اللي أعطيتني اليوم، مقدر يعني رغم التعب اللي أنت فيه وفقت له، أنا ممتن جدا لهذا اللقاء، وأيضا ممتن لكم أنتم على هذه المتابعة. وانقلوا عن الدكتور سعد صويان أنه يقول ما قدرنا نقدر. السلام عليكم.